اسلم. اسلم لاباس؟ الحمد لله. اش تعمل في حياتك؟ قدم لي روحك. مصفر عشان نخدم مرش الجروب يرقص. باش نحكيو على عزوف الشباب عن الزواج، شنو الاسباب؟ شنو الاسباب؟ راك تشوف الهم وتشوف مش عارف انا. بو سما بنات حلال وسما بنات فاميليات وسما زاد سمعني بنات الحرام. اما يا خويا بلاد مش بتعارس. انت متزوج ولا؟ عازب عازب عازب. اللي عرضوك في حياتك بنات حلال ولا؟ بون عرضوني بنات حلال، عرضوني زاد بنات حرام. كيفاش بنت حلال بالنسبه لك انت؟ كيفاش بنت حرام؟ بنت حلال كيفاش تبدا؟ بنت حلال تبدا بنت فاميليا ماشي انا. كما هي متربيه مثلا كما قلنا احنا مع امها وابوها واخواتها، كما هي تتصرف نفس التصرف مع رجلها، ولا حتى كي تعيش في فاميلة الرجل. بنات الحرام هذاك موضوع داخل وانت تعرفوا زاد. بنات الحرام خاطر امور نزوه راهي. ما تقوليش راني نحبها وتحبك وريه. هذيك امور نزوه، امور معش انا قاعدات نزوه وكذا. انت حبيت مره في حياتك ولا؟ حبيت علاش ما شوية ما يحبش. وعلاش ما كملتوش؟ ما مشيناش معش في نفس الموضوع ولا ما تفهمناش وكا. شنو أغلبية المشاكل اللي تصير بين الكوبلوات شناهي؟ سير أي مشكلة سير تبدا أنت حتى أنت وصاحبتك متعادية يا خزر الأخ. هي خطير الموضوع جملة. وانت تدخل في الموضوع عادي وتضرب ولا باش تعمل؟ ما تنجمش تتجاهل؟ شو الجهل هذا بدات الجهل؟ هو غزر؟ هكا تو انت انا وياك عرضنا واحد، انت خطيبتي نقولوا انت خطيبتي، عرضني واحد هي عمل لك بست ولا كحل عليك، اش نعمل له انا؟ نعمل له الشفا والوتر ولا اش نعمل له انا بعد هذاك؟ ولا نصلي له العشاء ونعطيك الركعتين بتاع الوتر والشفا؟ ما هذيك بعد تولي بالشلابك الشفا والوتر. يغزر فما شكون يغزر نورمال وفما شكون يقول كلام. كيف؟ اللي يغزر نورمال هذاك زاد تمشي له. صلي كيفاه؟ طب انت وخطيبتك وهو تعدى غزر. خطيبتك مزيانه. اي ما تشل تغزر ما بالشل عينيه. معناتها هو يغزر وشل عينيه بتاع شهر كامل. معناتها تقعد شهر كامل وانت يغزر وانت في خيال وكا. معناتها شهر كامل هو مشلل الامور واضحه. يرقد ويقوم ينسى. وين ينسى؟ تنسى انت ننسانا وما ما ينسوش. خاصك تبدا ما تبدا بنايه مزيانه باش نعملوا باش نعملوا بالله. مرشي مرشي القرو وين هذا؟ مرشي القرو بير قصة بن عروس. غلي المعيشة في تونس شبابها ياسر ورخيصة ياسر وامورنا واضحة امورنا. المعيشة رخيصة رخيصة رخيصة. انت تبيع معناها في فاش تبيع بالضبط؟ نحن تعوضي عملاء سوق. نحن خدمت مرشي القرو. قداش تخرج من غاد؟ كيفاش اختي؟ السلعه قداش تخرج من غادي وقداش تولي في المرشي هون؟ ما تبدا مسار عاد في مرشي القرو مثلا ما عادش انا تقاد بطاطا بالدينار ب 11 ب 12 طماطم ب 7 نقولوا فلفل نحن 2200 2003 ومسيبة وتسيبت حتى ريت وزارة التجارة ما عادش انا وزارة التجارة ولا مسيبة برشا مسيبة مش مسيبة. معناتها مش مصيبة عندنا نحن راهو في مرشي القرو مصيبة لبرا وزارة التجارة لهنا فهمتني مصيبة يا خويا كل واحد. هاك تخدم توا على روحك، شنو اللي يخليك ما تتزوجش؟ ما لقيتش اللي تناسبني ولا ما عادش انا ما لقيتش. بالك انت صعيب برشا. تي بون صعب انت ما عندك خوات زاد انت ولا عندك تلقى خوك ديما يغار عليك وصعيب عليه. هذا يا خو هو في فاميلا سبحان الله يا خويا ساعة لابسة كيما نقولوا انا حزارة. لا 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 مش حزار مع بالي الجملة. انت ساعة انت تقول هذي عاملة كل عاملة كيما السيدة هذي. انت مش مشكلة هي عاملة كل مش النقاب عاملة هذيك الفول حجاب. انت بعد الثورة هذي كان في عهد بن علي ما سماش هذي تاع كي تلبس فوت على راسها ورحمة امي تلقى روحها في الكاف تاع الداخلية. انت تحب مدينة ولا؟ أنا نحب بنية تفهمني ونفهمها لا مدينة تبداش حتى يهودية تفهمني ونفهمها
تقولي لا بابا لا مامو لا دارهم لا دارنا لا دار شجيبها يا وش ما تقعد بحذيها وش ما مشيت لهم أم عادك تمشي لهم ما نحكوش عادا تروح مع أمرا كن يجيبوا له الصنبلاء غاديك والسلامية والتراويح ونعملهم الكل بحذا أم شنو زنبلاء؟ زنبلاء هذاك كلبوس عادية بتاع الحلفوين عرفت كل يلبس واحدة كحلة والدنيا أنا ود باب سويت كلبوس عادية نسميونا احنا الزنبلاء تخل ترى كيفاش والمدام الزنبلات لا يا كيكا تجي ها الزنبلات بشنية ما بلدو مارك وما بلدو يا اخي رجل واقف يحب يتفرج فيك يتفرج فيا يحب يسمعك انا بكش بريتني سبيرس ويتفرج فيا بريتني سبيرس اديل بحذيه سيلين ديون تفرج هذا كلام باهي شنو تتمنى؟ نتمنى في شنو نتمنى؟ في المستقبل مواصفات اعطيني مواصفات بنت الحلال محلال مواصفات بنت الحلال نتاعك انا مرسم ونخدم محليا وما بنا قدامكم المواصفات على شنو هي؟ مواصفات الطفله اللي تحب تعرس به يا اخوي كان نلقى واحده كيفك هكايا يا اخويا محليك وما بنك بو حتى كي لابسه خوي خل نحكوا معكم كلمة عندك تفشرة وبش نحيو لك كل ورحمة تومي بكم مش وراء وشيف اسمعني سيبونا هذيك لا ورحمة يا بي لا لا طبيعتها كيفاش اخويا كيما كيما انت كيما كاين حتى مين تعرف طبيعة شي توا؟ حتى كي تطلع شيطانة شي محليك يا خويا تطلعش انت شعنو الرجل قابل بيك محليك محليك وما بن كلمة الختام شنو تتمنى لتونس؟ شنو تتمنى لتونس؟ يا خويا سيبونا اللعب سيبونا يا خويا شنو تردو هنا قزرنا بيه في القصبة فرحانين بيه قزرنا لنا فرحانين ونسيو بوشوشة والقرجاني يا حبيبي يهزونا للبرمة تعيشونا خير وكاو يا اخوي سيبونا يا اخوي خلي هذا يتكيف جا السيجارو سيجارو شناي سيجارو شناي is my life نو شنو سيجارو شناي بوب مارلي غني مثلا توباك هكاك طنجة بالجرام بالميزان فما سيجارو اسمه بوب مارلي لا تو هذا ولد كيما الغبرة هذا بالميزان بالجرام هذا ولد تو جرام 30 دينار يعمل لك 8 6 سواقر اما تحس روحك في كوكب واحد اخر ميرسي لو ميرسي وان شاء الله يزيك ها وصلنا للوقت المناسب فقط ان شاء الله ربي يجيب لك بنت الحلال يا رب امين يا رب العالمين